بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. وكعادة حلقات ملعب الأهلي خلال الفترات السابقة وخلال أو منذ بداية هذا الشهر، بنتكلم عن كل الإشاعات اللي بتطلع على فريق النادي الأهلي. النهاردة عندي مجموعة كبيرة جدا من الإشاعات اللي هتكلم فيها مع حضراتكم. ودايما أنا لما باجي أتكلم أنا عارف كويس جدا أن جمهور النادي الأهلي جمهور واعي، جمهور فاهم الكلام اللي بيتقال وبيتقال ليه ومين اللي عامله ومين اللي مش عامله. وانا هتكلم مع حضراتكم دلوقتي في الكلام اللي اتقال النهارده وامبارح، لان احنا لغايه مثلا يوم 10 في الشهر كنا قايلين لحضراتكم او راضين عن الحاجات اللي ممكن تحصل خلال الفتره القادمه. خليني ابدا بحاجتين. الحاجه الاولانيه هي جمله بتتقال خلال هذه الايام: الف مبروك يا كابتن، الاهلي خد الدوري. ألف مبروك يا كابتن، الأهلي خد الدوري. كل ما أشوف حد من بعض من لا يشجع النادي الأهلي يقول لي مبروك يا عم، خدتوا الدوري خلاص، الدوري خلص، الدوري انتهى. الدوري إيه؟ انتهى خلاص. خدوا بال حضراتكم من التنويم المغناطيسي. النهارده حلقة فيها تنويم مغناطيسي. كل ما حد يشوفني من الناس اللي ما بتحبش النادي الأهلي، أو أنا آسف، اللي ما بتشجعش النادي الأهلي، او من بعض الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي يقول لي الكلمتين دول: لا كابتن اسلام بقول لك ايه، الف مبروك يا عم، خدتوا الدوري خلاص، الدوري بقى اهلاوي 100%. الزمالك زي ما انتم شايفين، والبيراميدز او الزمالك خسر نقط كتير، اعتقد 3 5 نقط او 7 نقط حاجه كده يعني. وبالتالي النادي الاهلي ما بيخسرش، النادي الاهلي بيكسب كل ماتشاته بسم الله ما شاء الله. خلي بال حضراتكم من الكلام ده. جمهور النادي الاهلي انا عارف كويس جدا ان هو جمهور واعي وفاهم كويس التنويم المغناطيسي في الجمله دي. هم عايزين يوصلوا لجمهور النادي، كل الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي او بعض من لا يشجع النادي الاهلي، عايزين يوصلوا لجمهور النادي الاهلي وبالتالي يوصل للعيبه ويوصل للاداره ان خلاص انتوا خدتوا الدوري بقى نريح. خدت الدوري بقى خلاص، ما انت من المفترض ان المنافس التقليدي بتاع النادي الاهلي هو نادي الزمالك. نادي الزمالك اتغلب ماتشين واتعادل مباراه، وبالتالي خسر 8 نقاط. فعشان كده اللي انا بقوله لحضراتكم ايه؟ التنويم المغناطيسي لجمهور النادي الاهلي مش هيحصل. وانا عارف ان اللي بيتفرج على البرنامج ده، طبعا كل جمهور النادي الاهلي انا عارف ان هو بيتفرج على هذا البرنامج، ولكن انا عارف ان في مجموعه دائما بتتابع هذا البرنامج تحديدا. انا عمري ولا هغلط، لان انا في اسرار ببقى عارفها وكلام انا ببقى عارفه وبطلع اقوله بالمواربه. مش بقوله كده وش، لكن انا بقوله دايما بالمواربه. بحب اتكلم لما اجي اتكلم تبقى ناس جمهور النادي الاهلي، عشان هو جمهور واعي وذكي وبيفهم الكلام اللي انا بقوله، بحب اوصل لهم المعلومه. فللناس اللي بتتفرج على الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي وبتتفرج على البرنامج ده، احنا ما بننامش يعني عمر ما جمهور النادي الاهلي هيتم تنويمه مغناطيسيا بجمله مبروك انتوا خدتوا الدوري خلاص. لا، الدوري لسه فيه مباريات كثيره جدا. ممكن النادي الاهلي يتغلب، ممكن النادي الاهلي يتعادل. النادي الاهلي كالعاده بيكسب خلال الفتره اللي فاتت، ولكن ممكن جدا لا قدر الله يتغلب، ممكن جدا لا قدر الله يتعادل. لازم اللعيبه تبقى عارفه الكلام ده، ومش لازم اللعيبه تبقى عارفه الكلام ده، اللعيبه بالفعل عارفه الكلام ده. عندنا مدير كوره عارف الكلام ده كويس جدا، عارف ان كل اللي بيحصل ده تنويم مغناطيسي، مش حاجه تانية، تنويم مغناطيسي بس. هم عايزين يوصلوا للجمهور ان يا جماعه انتوا خدتوا الدوري خلاص، اهدوا بقى شويه، اهدوا بقى، كل الفرق بتتغلب وانتوا بس اللي بتكسبوا. قل اعوذ برب الفلق طبعا، ولكن ما هي دي الحقيقه. ولكن كره القدم في نهاية الأمر، أو بطولة الدوري العام في العالم، في أي عالم، في العالم كله، في كرة القدم بتنتهي إمتى؟ بتنتهي عندما يكون هناك فارق ما بين النقاط وعدد المباريات المتبقية. فالدوري لسه بدري جدا 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 جدا. اوعوا حد يقول الكلمتين دول قدامكم وتصدقوه. اوعوا حد يقول الكلام ده وتصدقوه. اوعوا حد يقدر ينيمكم مغناطيسيا يعني. وخدوا بال حضراتكم، ده سكريبت متوزع، سكريبت متوزع. احنا هنعمل الفترة اللي جاية كذا كذا،
من بعض من لا يشجع النادي الاهلي موزعين سكريبت كده زي السكريبت اللي احنا الشباب بيكتبوا لي هنا سكريبت كده هنعمل سكريبت للاعلاميين وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كلها سواء سوشيال سواء فيسبوك او تويتر او انستجرام نفس الكلام تلاقي الكلام هنا واحد هنا اتنين هو هو نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا مبروك الاهلي خد الدوري بعض الاعلاميين مبروك الاهلي خد الدوري على بعض الصفحات مبروك الاهلي خد الدوري على بعض الصفحات الكبيره اللي بتخص انديه او بتخص حاجات مهمه يعني في كره